السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام كان لابد أن تنتهي تصفيات الثورة المضادة للربيع العربي لصالح إسرائيل إسرائيل المحظوظة تجني هذه الأيام الثمار اليانعة لصراع العربي مع بعضهم ثمار ضعفهم وأخطائهم البنيوية والتاريخية تجني ثمار الاستبداد العربي إسرائيل حددت هدفها بوضوح وعرفت طريقها إليه بدقة اما العرب فان غالبيتهم لم تستوعب حتى الان ما الذي يعنيه وجود اسرائيل في المنطقه من من الاساس قليلون هم الذين ادركوا ان وجود اسرائيل يهدد الوجود يهدد الوجود العربي نفسه وليس فلسطين وحدها عن ابعاد هذا الصراع بين القوميه العربيه والكيان الصهيوني في المنطقه سيكون حديثنا في هذه الحلقه بعد كل نكسه قوميه للعرب يبدا الحديث عن ضروره تبني نظره جديده تجاه اسرائيل. والمقصود بالنظره الجديده طبعا نظره غير عدائيه او نظره مسالمه او غير مبالغه في العداء على الاقل. حدث هذا بعد نكسه 67 ويحدث الان في ظل النكسه الجديده نكسه الثوره المضاده للربيع العربي. ومن الواضح انها ردود افعال نفسيه لا علميه مدروسه. وهذه واحدة من مشكلات العرب الحديث فهو كما قيل عنه المستشرقون قالوا عنه أنه كائن عاطفي سريع الانفعال قليل, قليل الفعل اليوم باتت لدينا الشريحة لا بأس بها من العرب الذين يؤمنون بضرورة تطبيع مع إسرائيل وإعادة النظر في الموقف من إسرائيل وبعضهم ذهب الى تبني الرؤيه الصهيونيه نفسها وبات يتعامل مع المقاومه الفلسطينيه بوصفها شكلا من اشكال الارهاب المتصهينون الجدد الان ملكيون اكثر من الملك صهيونيون اكثر من الصهيونيه نفسها يقدمون خطابا ظاهره العقلانيه وباطنه العذاب خلاصه هذا الخطاب هي ان الحرب مع اسرائيل استنزفت العرب طويلا ولم تثمر شيئا. استنزفت اقتصادياتهم واستنزفت وجدانهم والهتهم عن اولوياتهم في التنميه والنهوض وهذا الى حد ما صحيح لكن مقوله حق اريد بها باطل. يقولون واصبحت القضيه ذريعه للجماعات الدينيه المتطرفه تستغلها في تثوير الناس ضد حكوماتهم الاعتبار أن الحكومات هذه من وجهة نظرهم شرعية وليس هناك ما يدل هذا الكلام ما زال على لسانهم ليس هناك ما يدل على أننا سنكسب الحرب مع إسرائيل في المستقبل ما دام أن إسرائيل ليست وحدها وإنما هي مجرد قاعدة غربية متقدمة في الشرق الأوسط يعني هي قاعدة للغرب ثكنة غربية ثكنة عسكرية غربية موجودة في الشرق الأوسط يقولون ومن ثم ما دام هذا ما دام هذا كله وفقا لهذه المقدمات فمن العقلانيه ان نسلم بالامر الواقع ونطبع مع اسرائيل. طبعا من الواضح ان هذا المنطق منطق مفعم بالعقلانيه والبراغماتيه في الظاهر وسيستحسنه كثير من العرب اليوم على الاقل سيستحسنونه في ضمائرهم اذا لم يصرح بذلك لكن هذا الكلام هذا الوصف له بالعقلانية والبراغماتية هذا فقط بالنظر إلى قشرة الخطاب القشرة الخارجية للخطاب ربما تكون عقلانية أما على مستوى الحقيقة فهو عكس ذلك كما سنبين يعني المشكلة المشكلة ليست في في كون هذا الخطاب براغماتي نفعي بل في كونه خطاب غير عقلاني وغير براغماتي براغماتي تعني نفعي هناك فلسفة تسمى الفلسفة البرغماتية تعني أنه ما ينفعك جيد وما لا ينفعك سيء القيمة في المنفعة ومع إيماني بأهمية البعد الأخلاقي في القضية الفلسطينية في الصراع مع إسرائيل إلا أني سأتخلى مؤقتا عن هذا البعد عن هذا البعد الأخلاقي في تحليل هذه المسألة هذه الليلة في هذه الحلقة لماذا؟ لمسايرة أصحاب الفلسفة البراغماتية لنرى إلى أي مدى يعني ستأخذنا فلسفتهم فين ممكن تودينا يعني إلى أي مدى كان طرحهم عقلاني ونفعي نشوف لكن قبل هذا طبعا دعونا نشاهد نموذج في هذا الفيديو هو عبارة عن حوار بين فتاتين فتاة إسرائيلية وزميلتها هذه الفتاة أو الفتاتين تدينان إسرائيل وبين شاب عربي يدافع عن إسرائيل يقال أنه منسق حملة السيسي في يوم من الأيام تعالوا شوف الفيديو بالآخر إحنا بنحكي عن جرائم حرب الغزة واحنا بنحكي آه عن قتل عن قتل ابرياء ما أحد حدا بعدين لما لما, خ... لما انت بتحكي هي اسرائيليه وتقول لك ايش جرائم حرب <applause> كونها اسرائيليه هذا لا يعطيها ابدا يعني <applause> لا لا بس بس لا, بس لا بس لا بس مرات الواحد بيقول يعني عيب انه عربي بيحكي هيك يعني لا ممكن واحد من سنغافورة مثلا يكون متضامن مع شعب دارفور هذا انا لا علاقه اسمح يعني. لا لا يعني. اسمح لي اسمح لي بس بكلمه من الناحيه القانونيه ولو وجد صواريخ تحت المستشفى القانون الدولي يمنع قصف المستشفى في هيك حالي وعمين ما وعين سميا حتى قانون تحق. يعني فخلص يعني آه. لا لأنه, لأنه, لما تكون هناك صنع صواريخ تحت المستشفى تفقد المستشفى صفة المستشفى, صفت صفت المستشفى. لأ أصبحت مبنى أصبحت مبنى مبنى اسمه مستشفى لما في مدنيين لما سيارة سيارة للهلال الأحمر لا تكون هيدا من وجهة نظر إسرائيل وجهة تحمل أسلحة خاطئة لو ما كانت هالوجهه النظر خاطئه هذه امام كاميرات العالم يا ليش ما بتمضي معاهده معاهده روما 1998 لو ما كان في, محكمة في, محكمة في جرائم جيميز. حرب لو ما مم. كان في جرائم ضد الانسانيه حطوا القانون فوق تصرفاتكم ومنشوف ساعتها اذا التصرفات قانونيه او لا ما بيكفي يعني أنا أنا ما بيكفي اسمح لي تيجي على التلفزيون تقول انه حماس ارهابي هذه هي عينه لمعرفه الفرق بين التفكير العقلاني الذي يستند إلى قيم إنسانية سامية كما مثلتها الفتاتان فتاة الإسرائيلية وبين التفكير الانفعالي الذي يستند إلى انطباعات سطحية غير مدروسة وربما إلى مواقف نكائية كما مثلها الشاب العربي الشاب العربي يقال أنه ممثل أو منسق انتخابات السيسي حملة السيسي ومع ذلك فإن من الواجب أن نعرض مبررات هذه الشريحة العربية بامانة وان نناقشها بصرامة. واول ما ينبغي التنبيه اليه هو ان الموقف من القضية الفلسطينية لا ياتي وحده مفردا. يعني ما تقدرش تناقش القضية الفلسطينية وحدها دون ان تناقش معها طقم كامل من القضايا ضمن مجموعة من المواقف في قضايا اخرى. لانك اذا اردت ان تحدد موقف من القضية الفلسطينية لابد قبلها ان تحدد موقف من قضايا عديدة اهمها الهويه العربيه الجامعه لمجموع الشعوب القاطنه في هذه المنطقه، الهويه العربيه، الشخص الذي يسكن منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيما يسمى بدول الدول العربيه لا يستطيع ان يحدد موقف من القضيه الفلسطينيه قبل ان يحدد موقف من قضيتي الامه العربيه والوحده العربيه. هل يؤمن بوجود امه عربيه واحده؟ تمتد من الخليج العربي الى المحيط الاطلسي ام لا؟ هذا سؤال لابد ان يناقشك قبل ان يبت في موضوع فلسطين. اذا كنت ممن من يؤمنون بوجود امه اسمها الامه العربيه وضروره بقاء هذه الامه اذا كنت من, من يؤمنون بذلك فينبغي ان تدرك الحقيقه الاتيه لا يمكن لهذه الامه ان تبقى إذا بقيت إسرائيل أتكلم عن الأمة وليس عن الأفراد والشعوب الأمة مفهوم مختلف عن مفهوم الشعب عن مفهوم المجتمع الأمة هي عنوان تجريدي يشير إلى ما هو متعين في الواقع هذا ليس منطق العواطف والحمية الدينية والقومية عندما نقول أنه بقاء اسرائيل يعني زوال الامه العربيه هذا مش منطق عواطف ولا منطق حميه دينيه وقوميه لا هذا منطق حساب وعلم لكن قبل ان نذهب الى تفصيل هذه الحقيقه من المناسب ان نبين معنى عباره الامه العربيه نفسها هذه العباره ما الذي تعني ما الذي نعني بكلمه الامه العربيه الامه العربيه هذه عباره تشير الى الهويه الجامعه التي تضم مجموع شعوب المنطقة مجموعة الشعوب الموجودة في الجزيرة العربية وشمال الجزيرة العربية وشمال أفريقيا هذه الشعوب هي ترجع إلى عرقيات شتى وتتبنى مذاهب وأديان مختلفة لكنها تنتمي جميعا إلى حضارة واحدة هي الحضارة العربية أي حضارة المجتمعات التي نطقت بالعربية وحملت ثقافتها لانه لما نقول تحدثت اللغه العربيه يعني اصبحت ثقافتها عربيه. العروبه هنا لسان واللسان ثقافه. كان كان زمان يقولون ان اللغه جسد الثقافه، الان صاروا يقولون ان اللغه هي الثقافه. اذا العروبه ليست اثميه عرقيه. لما نقول عربيه لا نقصد بها عرق معين. وليست ايديولوجيا، ما هيش دين ولا مذهب. وحتى ليست الشعوب نفسها. العروبه مظله ثقافيه لمجموعه الشعوب التي نطقت او الناطقه باللسان العربي، حتى لو كانت من اصول عرقيه ودينيه مختلفه. يعني المسيحيون في لبنان عرب، المسيحيون في مصر عرب، الاديان والمذاهب الموجوده في العراق عربيه الى اخره. والان ما المخاطر التي تتهدد هذه الامه اذا بقيت اسرائيل في المنطقه؟ هذا سؤال لابد من الاجابه عنه. قلت ان بقاء اسرائيل يعني زوال الامه العربيه. هذه حجه نطرحها في الطريق للنقاش. زوال الامه يعني زوال الهويه الجامعه للشعوب التي تنطق بالعربيه اليوم. وليس معناه زوال الشعوب نفسها، الشعوب باقيه. لكن هذا العنوان الجامع، المظله الجامعه ربما تزول. بل انها على الارجح زائله اذا استمرت اذا بقيت اسرائيل في المنطقه. لماذا نقول ذلك؟ ما حجتنا في هذه الدعوه؟ لو تاملنا دوله الكيان الصهيوني نفسها سنجد الجواب. هذه الدولة هي عبارة عن جسم غريب داخل الجسم العربي مثل مسمار في القدم. هذا المسمار في في الوقت الحاضر يعيق العرب عن المشي. لكنه في المستقبل قد يسبب فساد القدم نفسها مما يؤدي إلى بترها. بالنسبة لإسرائيل الأمر أخطر من المسمار. هذا الكيان يسبب لنا مشكله كبيره اذا بقي موجودا دون تطبيع اذا وجد دون تطبيع يسبب مشكله اما اذا طبعنا معه فيسبب مشكلتين مشكلتين كبيرتين كيف بقاء اسرائيل فقط دون تطبيع يعني بقاء الانظمه الاستبداديه الحاكمه في الوطن العربي كما قلنا في حلقه سابقه قلنا ان اسرائيل على الرغم من انها دوله ديمقراطيه في الداخل الا انها لا تستطيع ان تعيش في محيط في محيط عربي ديمقراطي مطلقا، لماذا؟ لان الديمقراطيه تعني حكم الجمهور، حكم الشعب. والجمهور الجمهور العربي ضد وجود اسرائيل. الديمقراطيه العربيه اذا ستشكل تهديد وجودي لاسرائيل. والتجربه التي تمت في مصر ايام محمد أه أه مرسي واضحه. موقف الدولة المصرية من إسرائيل بعد الربيع العربي كان مختلف تماما عن موقفها قبل وهذا ما أثار حفيظة إسرائيل كما تبين فيما بعد وصرحوا به يعني الديمقراطية إذن تهدد يعني تشكل تهديد وجودي لإسرائيل مع أنها تشكل عنصر قوة لإسرائيل في الداخل إسرائيل تدرك هذه الحقيقة وأمريكا أيضا تدرك هذه الحقيقة والحكام العرب أيضا يدركون هذه الحقيقة لكن الأطراف الثلاثة متفقة على إبقاء الديمقراطية بعيدا عن متناول يد العرب والعرب بلا ديمقراطية سيظلون أمة ضعيفة بل سيظلون في حالة انحدار مستمر إلى أن يفقدوا القدرة على المقاومة تماما ويتمزق شمله وهذا ما يحدث أمام أعيننا الآن ومنذ سبعين عاما مضت الديمقراطية كما قال جمال حمدان المفكر المصري المعروف في كتابه الشهير شخصية, شخصية مصر قال أن الديمقراطية غياب الديمقراطية هو سر أسرار المشاكل في القومية العربية بالكامل في المجتمعات العربية كلها حضور الاستبداد وغياب الديمقراطيه هو كارثه الكوارث وتتفرع منها مشكلات هذا هو سر التعاون الكبير بين قوى الثوره الثوره المضاده للربيع العربي وبين اسرائيل لاحظوا مستوى التنسيق والعلاقه بين نظامي محمد بن زايد ونظام السيسي مثلا مع اسرائيل لاحظوا الى اي مدى هم متفقون على مقاومه ثورات الربيع العربي او ثورات التغيير عموما والديمقراطيه. الامر صار واضح. حلف واحد ضد الديمقراطيه، ضد مشاريع الديمقراطيه، لماذا؟ لان الديمقراطيه تضر الجد... الطرفين، تضر الطرف المحلي من الحكام المستبدين الانظمه المستبده الفاسده وتضر اسرائيل. دعونا نستمع الى آه... الاجابه من المفكر اليهودي الفرنسي يعقوب كوهين على سؤال لماذا يخافون الديمقراطية هل معنى ذلك أن إسرائيل لعبت وتلعب دورا في وأد ثورات الربيع العربي؟ ذلك أمر واضح على الأقل في السياق المصري وبشكل غير مباشر في تونس لكن في مصر ذلك الدور كان واضحا ولا يمكن القول بذلك إن إسرائيل والغرب حاولوا أن يبذلوا قصارى جهدهم للقضاء على الثورة المصرية تحديدا الثورة المصرية لماذا؟ لأنها وللمرة الأولى عندما يتحدث الغرب عن ديمقراطية وحق المرأة وعن العلمانية وحقوق الإنسان هذا امر هذا الحديث غير صحيح وغير حقيقي على الاطلاق يتحدث هنا عندما يخدمهم لكن عندما لا يخدمونه فيكرهون الديمقراطيه اذا للمره الاولى هناك بلد استطاع ان ينتخب رئيسه بشكل ديمقراطي لكن حدث ان الاخوان المسلمين كان لديهم مشروع وكان لديهم رئيس مشروعهم يتمثل في ايجاد هويه وكرامه عربيه وان يقطعوا العلاقات مع اسرائيل، وهذا امر لم يكن مقبول به على الاطلاق بالنسبه للغرب واسرائيل. هذا مفكر فرنسي ويهودي ايضا. حتى لا يظهر لنا من يقول انتم واقعون تحت تاثير نظريه المؤامره. في موضه جاريه هذه اليومتين في المنطقه العربيه هي التشكيك في نظريه المؤامره، وهي موضه غير مدروسه يعني تكاليح وفي حلقات سابقه عرضنا عليكم يعني كلام المسؤولين الاسرائيليين انفسهم عن الربيع العربي وضروره ايقاف عجلته ودعم الثوره المضاده. والحقيقه ان كل ما يجري اليوم في منطقه الشرق الاوسط مرتبط بوجود اسرائيل بشكل او باخر. امريكا واسرائيل والمتصهينون العرب يهيئون المنطقه لصالح اسرائيل يمهدون أو, بالأساس أو بالأصح يمهدون المنطقة لصالح إسرائيل من مصلحة إسرائيل أن تتمزق الرابطة القومية لشعوب هذه المنطقة لتصبح لتنقسم على أسس عرقية ومذهبية من مصلحتها أن تنهار دول هذه المنطقة وهذا كله يحدث يحدث بمجرد أن إسرائيل موجودة يعني كل الذي يجري يجري بمجرد انها موجوده قبل التطبيع قبل ان نطبع معها فماذا لو لو طبعنا معها يا ترى؟ لو حدث التطبيع سيكون العرب امام مشكلتين لا امام مشكله واحده. سنعرف التفصيل بعد الفاصل. سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال الحديث. مرحبا بكم مجددا. قلنا قبل الفاصل ان مجرد وجود اسرائيل في المنطقه العربيه يسبب مشكله كبرى. يعني هذه المشكله هي بقاء الانظمه انظمه الاستبداد العربيه الحاكمه. اما اذا حدث التطبيع معها فسيكون الكيان العربي برمه في مهب الريح. كيف يحدث ذلك؟ من المعروف كما قلنا ان اسرائيل جسم غريب على المنطقه يعني اللغة والثقافة والعرق بنسبة كبيرة يعني كلها عناصر تنتمي لهذه لغير هذه المنطقة لما نقول العرق طبعا من المعروف أنه آآ آآ الإسرائيليون اليوم ليسوا هم أنفسهم أصباط بني إسرائيل القدامى لم يعد متبقيا من أصباط بني إسرائيل الاثنى عشر غير سبطين على الأقل يعني أو على الأكثر كما يقول الإسرائيليون و معظم الاصباط اختفت اختفت هذه الاعراق ولذلك نحن نزعم ان هذه ان الاسرائيليين اليوم هم من شعوب اوروبا وشعوب اسيا يعني شعوب القبيله الثالثه عشره كما سماها احدهم. اسرائيل تدرك جيدا انها لن تستطيع البقاء بجوار كيان كبير اسمه الوطن العربي. حتى لو حصلت على تطبيع مع حكومات هذا هذه البلدان ومع بعض الشرائح العربيه سيظل هناك هاجس يؤرق اسرائيل اسمه الامه العربيه هذه مساله مهمه حتى لو طبعت اسرائيل مع الانظمه العربيه سيظل لديها هاجس هذه الامه التي قد تتمكن ذات يوم من تجاوز ضعفها وتعيد النظر في قبول آه بوجود اسرائيل في المنطقه ولذلك هي ستعمل على التخلص من فكره الامه في المستقبل البعيد في التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي هذا امر ضروري ومطلوب يعني التفكير بعيد المدى لاسرائيل سيكون من الضروري ازاله هذا الكيان المسمى امه عربيه ازاله الهويه الجامعه لشعوب المنطقه والهويه العربيه هي الرابط الاقوى بين شعوب هذه المنطقه بالطبع باستثناء الرابط الديني اذا الى حد ما. فاذا سقط هذا الرابط ستنصرف شعوب المنطقه الى الاحتماء بهويات صغيره عرقيه. اذا سقطت الرابطه القوميه رابطه العروبه هذه الشعوب الصغيره اللي داخل المنطقه المجزئه المقسمه ستلجا الى الهويات العرقيه والدينيه والمذهبيه. هذه التي تجعل شعوب هذه المنطقه اكثر ضعفا امام اسرائيل ومطامعها. واسقاط رابطة العروبة سيبدا باسقاط شعار العروبة اللي هو اللغة العربية اللي هي أداة الأص... الأصيلة جوهرها الأصيل جوهر العروبة اليوم هو اللغة العربية سيبدأون باسقاط اللغة العربية من الحياة العامة للمجتمعات العربية وهذا طبعا ليس مستحيلا الغرب واسرائيل يقدسون نظرية التطور وقد اصبحت جزءا من ثقافتهم. ووفقا لنظريه التطور يمكن للعربي ان يتخلى عن لغته وثقافته مع الوقت اذا وجد من يوجهه الى هذه العنايه او الى هذه الى هذه الغايه والى هذا الاتجاه. يعني هو عنده استعداد للانحراف بس مش لاقي اللي يوجهه على راي سعيد صالح. اللغه ليست مجرد اداه للتواصل ولا هي جسد الثقافه كما يقولون، اللغه هي الثقافة نفسها. وإسقاطها يعني إسقاط الثقافة. وإسقاط الثقافة يعني إسقاط الهوية، الرابطة القومية الجامعة لهذه الشعوب. وهذا كما قلت ليس مستحيلا. سبق وأن حدث من قبل مع أمم أخرى مثل الأوروبيين. لكن طبعا الأوروبيون طبعا في وقتها كانوا على لغة واحدة هي اللغة اللاتينية ثم يعني تقسموا بعد ذلك على لغات وعلى شعوب وعلى ثقافات هذا قد يحدث للعرب لكنه سيكون ستكون مضاعفات على العرب اخطر من اي امه اخرى لماذا؟ لان شعوب هذه المنطقه لا تستطيع ان تكون هويات جديده بدل الهويه العربيه الجامعه بسهوله وخلال ربما خلال فتره تكوين الهويات الجديده ستكون قد اصبحت كيانات هشه مستلبة متناحرة لا افق لها في الحياه الكريمه وهناك تعقيدات لا حصر لها في موضوع تكوين الهويات الجديده ومن الواضح اليوم ان اللغه العربيه تشهد تراجعا في الحياه العامه للعرب سواء على مستوى التواصل الاجتماعي او على مستوى وسائل الاعلام او على المستويات الثقافيه الاخرى بل بلغ الامر ان يصل الانحدار اللغوي عند العرب الى مؤسسات كانت تعد في وقت مضى كانت تعد قلاع اللغه العربيه مثل مؤسسه القضاء ومؤسسه الادب يعني مؤسسه القضاء القاضي هو رجل اديب ومثقف قبل ان يكون اي شيء اخر صاحب لغه القاضي في كل زمان هو نخبه المجتمع من من حيث اللغه وما يعني وحين يكتب القاضي او يتحدث او ينطق فهو يمثل يعني مع الاديب يعني افضل الناطقين باللغه في المجتمع تعالوا نشوف النماذج الجديدة للقاضي العربي وعلاقته باللغة العربية احنا معنا أكثر من فيديو هذا فيديو لقاضي عربي مصري يتلو أحكام الإعدام على ثوار الربيع العربي تعالوا نشوف مستواه مستواه علاقته باللغة كيف فقال الله تعالى في محكم آياته فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء اللهم من أراد بنا شرا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره له يا رب وارزقه أضعاف ما يتمناه فقال تعالى في محكم آياته انما انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفون من الارض. وقد استقام الدليل الاتهام ووقر في عقيده المحكمه على صحته على وكي القطع والجزم والاخين في حق المتهمين بعد اخذ راي فضيلة المفتي الجمهورية من الواضح ان القاضي يعني قد عجن اللغة عجنا ومن الواضح ايضا انه قد وصل الى هذا المنصب المنصب الخطير عن طريق التوريث كما يحدث في اليمن ابن القاضي يصبح قاضي حتى لو كان راسه فاضي ومن الواضح أيضا أن علاقته أو أن علاقة هذا القاضي المذكور انيفن يعني بالأدبيات العربية الضعيفة ضعيفة جدا مع أن كتب الشريعة كما قلنا والقانون التي درسها إذا كان إذا كان درس شيء مع أن هذه المراجع والأدبيات قد كتبت بالعربية ومع أن دارس القانون في مثل هذه في مثل سنه في مثل جيله لابد أنه قد طالع كتب الأدب أو استمع إلى لغة الأدب العربي لفترات طويلة الأدب العربي لا يقصد به فقط الشعر والمسرح وما شابه ذلك يعني عموما يعني كتب العرب القديمة كلها كتب أدب يعني وإلا كيف وصل إلى هذا المنصب التوريث إذا كان القاضي قد نسي لغة العرب الفصحى فكيف سيكون حال بقية الفئات الفنان والسياسي وبقيه صناع الحياه في المجتمع. طبعا هذه ليست الحاله الوحيده حتى لا يقال اننا نجتزئ يعني او ننتهز الفرصه، لا. القضاء المصري مليء بمثل هذه الحالات وقد شاهدنا في مرات سابقه كيف ان احد القضاه لم يستطع ان ينطق ان يقرا الحكم الذي كتب هذا نموذج اخر لقاضي كبير من قضاه دوله العسكر في مصر لم يتمكن من قضاء من قراءة الحكم الذي قضت به محكمته. تعالوا نشوف. فهذه القرائن تقطع في مجموعها في تكوين جريمة الحرابة إن دار الإفتاء ترى أن الجرائم التي نُصبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذها مكلفه ونف ونفذوها في اشترق في ارتكابها جماعه مكلفه ونفذها مكلفه ونفذوها في اشترق في ارتكابها اسرائيل بدون تطبيع استطاعت ان تصمد الى هذا الوقت بدون تطبيع رغم ان المقاطعه العربيه والمقاومه والمقاومه العربيه قد الحقتا بها اضرار كبيره لو استمرت المقاطعه بهذا الشكل والمقاومه ربما ستؤدي الى زوال اسرائيل في نهايه المطاف لا تستطيع ان تحتمل كلفه الكلفه الاقتصاديه والنزيف نزيف الهجره وغيره بسبب المقاطعه العربيه تتكبد اسرائيل خسائر اقتصاديه كبيره والتطبيع سيؤدي الى انعاش هذا الكيان والوصول به الى ذروه التفوق. اذا كانت استطاعت ان تبقى الى الان بعد كل هذا الحصار والمقاومه والتعقيدات كيف تكون كيف ستصبح اسرائيل بعد التطبيع؟ بالتاكيد ستصبح وطنا جاذبا لبقيه اليهود الذين رفضوا المجيء اليه بسبب الحرب مع العرب. هناك هجره عكسيه اليهود من فلسطين الى خارج فلسطين بسبب المش... بسبب المقاومه تخيل لو ان اسرائيل اصبحت بلا مخاوف كم ملايين من اليهود سياتون الى الى المنطقه على حساب العرب وسينتعش اقتصادها اذا حصل التطبيع وتتعظم قوتها الماديه وقوتها الناعمه وستعمل على توظيف هذه القوى لتفتيت ما تبقى من الكيان العربي لكي تأمن على مستقبلها وسط دول متعددة الهويات. وهنا ننتقل إلى نقطة جديدة هي الأنكى والأشد. هناك عرب اليوم يتحدثون عن ضرورة إعادة النظر في هذه الهوية الجامعة ويقولون أن فكرة القومية العربية قد فشلت. فشلت بعد أن قادتنا الأنظمة العربية إلى حالة فشل كبير. تجلت في هزائم قوميه امام اسرائيل وتبعيه خانعه لقوى دوليه كبرى وحروب الاخوه الاعداء وغياب الديمقراطيه، غياب الحقوق والحريات والمواطنه المتساويه والتخلف العلمي والاقتصادي وغير ذلك من مظاهر الفشل الذي قادتنا اليه الانظمه القوميه العروبيه كما يقول هذا الصوت وفوق هذا وذاك هناك اقليات في هذه المنطقه ترى ان لها هويات مختلفة عن الهوية العربية الاكراد في شمال الجزيرة العربية الامازيغ في المغرب ربما الاقباط في مصر هذه كلها مبررات القول ان القومية العربية قد فشلت وانه ينبغي اعادة النظر فيها هناك من يطرح هذا الطرح لا يهم الان ما اذا كان هذا الطرح صحيح ام غير صحيح وما إذا كان فشل الأنظمة العربية يؤدي بالضرورة إلى فشل القومية العربية أم لا المهم هو أن نحاكم هذا الطرح إلى فلسفته البراغماتية نفسها لننظر هل هو براغماتي نفعي كما يقولون أم أنه مجرد طرح انفعالي عاطفي هل إسقاط الهوية العربية الجامعة سيحل مشكلات الأقوام والشعوب التي تقطن هذه المناطق أم سيضاعفها سنترك الجواب طبعا لتقدير السامعين انفسهم فهو على ظاهر يعني هذه الاجابه لا تحتاج الى ذكاء كبير لكن بامكانك ان تاخذ ورقه وقلم وتسجل خسائر هذه المجتمعات التي تسمى الان عربيه خسائرها اذا تخلت عن الهويه الجامعه او الرابطه القوميه الجامعه. خذ ورقه وقلم وشوف ما الذي سيترتب على ذلك في مجال الاقتصاد في مجال الثقافه في مجال السياسه في المجال الاستراتيجي لكل مجتمع وشوف هذه مساله متروكه للباحثين ولغير الباحثين الدعوه الى التطبيق مع اسرائيل اذن تحتاج الى منظور علمي واذا صدرت عن العربي اي عربي فهو في الغالب من تلك الفئه التي تضمر شيئا اخر غير الرغبه في التطبيع لكنها لا تريد التصريح بهذا الشيء الاخر تلك الفئه التي تعتقد ان الاطار مجرد خرافه اقصد بالاطار هنا الهويه التي تعطر مجموعه من الناس داخلها والاطارات متعدده بالطبع يعني هناك الاطار الديني وهناك الاطار المذهبي والاطار العرقي والاطار الوطني والاطار الفئوي، هذه كلها اطر تضم داخلها مجموعه من الناس. والفئه العربيه التي تعتقد ان الاطار مجرد خرافه هي تقصد تحديدا الاطار الديني والمذهبي والثقافي الذي يعيقها عن رغباتها أحيانا يكون لديها رغبات بوهيمية فقط وتريد أنت أن تسقط كل الحدود التي تكف أمام هذه الرغبة البوهيمية وترغب في التخلص منها بهدف الاندماج يعني هذه هذه الفئة العربية تريد أن تتخلص من هذه الأطر القومية الدين الكذا لكي تندمج فيما تسميه بالمجتمع الإنساني العام المجتمع الإنساني العام والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو هل هناك بالفعل هل هناك اطار فوقي يسمى المجتمع الانساني العام اطار يلغي الهويات الصغرى السؤال بصيغه اخرى او بعباره ابسط هل هناك مجتمع انساني تخلى عن هويته الخاصه بزعم انه يريد ان يندمج في المجتمع الانساني العام او ينتمي الى المجتمع الانساني العام، هل هناك مجتمع من هذا النوع الان؟ هل يقول الانسان الفرنسي مثلا انه ينتمي الى المجتمع الانساني العام لا الى الثقافه الفرنسيه؟ هل هناك انسان صيني يقول ذلك؟ هل هناك انسان امريكي او ياباني؟ ولا فقط الانسان العربي هو الذي يريد ان يتخلى عن الاطر الصغيره وال والهويات هذه لكي يندمج في الهوية العامة الإنسانية أظن لا يوجد غير العربي يطالب بهذه المطالب المثالية من الواضح أننا أمام تفكير مثالي رومانسي صاحبي يتخيل وجود مجتمع إنساني عابر للهويات الصغرى مجتمع فوقي في حين يزعم هذا الشخص نفسه أنه يتبنى الفلسفة البراغماتية والنفعية فين البراغماتية والنفعية من هذا التفكير المثالي الساذج؟ فين؟ أصحاب هذا التفكير يعجزون عن فهم الحقيقة حقيقة أن المجتمع الإنساني العام هو عبارة عن بناء كبير يتكون من لبنات صغيرة هي هذه الهويات الصغيرة لبنات المجتمع الإنساني الكبير هي هذه الهويات الصغيرة هذه الهويات هي بمثابة خيط المسبحة الذي يلملم شتات الافراد في تكوينات متدرجه من الرابطه الصغرى الى الرابطه الكبرى حتى نصل الى الاطار الكبير الذي يسمونه مجتمعا انسانيا عاما اذا التفكير في التخلي عن القوميه العربيه هو تفكير غير علمي في احسن الاحوال والتفكير غير العلمي حين يخوض في المسائل المصيريه للامم والشعوب لا بد أن يخلف كوارث كوارث بنيوية نسميها لا حصر لها في الأخير نعيد القول ونكرر أن مناقشة القضية الفلسطينية وتحديد الموقف من القضية الفلسطينية ومن وجود إسرائيل في المنطقة لا يمكن مناقشتها كجزئية مفردة كحالة مفردة الموقف من القضية الفلسطينية لابد أن يناقش ضمن الموقف من الهوية العربية هل نحن بحاجة إلى هوية عربية جامعة أم لا لأن وجود إسرائيل كما قلنا يهدد الوجود العربي نفسه يهدد القومية العربية نفسها فالذي هو حريص على القومية العربية لابد أن يكون حريصا على رفض إسرائيل والذي لا تعنيه مسألة الهوية ولا مسألة القومية العربية بإمكانه أن يفرط في هذه الرابطة ويندمج في المجتمع الإنساني العام كما يسميه لكن عليه قبل ذلك أن يحسب بالورقة والكلم الخسائر التي يمكن أن تلحق به وبمجتمعه إذا قرر أن يتخلص أو يتخلى عن الهوية الجامعة عن الرابطة الجامعة التي نسميها القومية العربية أظن أننا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله